هذا الوباء عندنا جوج ديال الوسائل باش تنحاربوه. الوسيله الاولى هي الاحترام ديال التدابير الاحترازيه. التدابير الاحترازيه هي الوضع السليم ديال الكمامه بحال ما داير انا وياك، انها تغطي الانف وتغطي الفم والذقن، وانها تبدل كل 4 سوايع. الحمد لله كان قبل مشكل ديال ايجاد هذه الكمامات، هذا المشكل ما بقاش عندنا في المغرب، وحتى الثمن ما بقاش داك الثمن اللي كان. اذا فالكمامه ضروريه وضروريه بزاف، وهي اول حاجه لحقاش حتى دابا في ظل هذا الفصل ديال الشتاء تتحمينا حتى من الفيروسات التنفسيه الاخرين، ونعرفوا بانه عندها واحد الفضل كبير باش الواحد يحمي راسه من هاد الفيروسات، وخصوصا لا ديال الزكام ولا الرينوفيروس اللي دابا تيكونوا في فصل الشتاء. هاد الكمامه خصها كما قلنا تبقى دائما مديوره، ويكون كذلك التباعد بحال ما دايرين انا وياك دابا، اكثر من متر ما بيناتنا، وكذلك الغسيل والتعقيم ديال اليدين، فهو تيحمي لا من الميكروبات اللي تيمكن لها تنقل عن طريق اللمس، وكذلك شنا بانه فاش بدينا تنغسلوا اليدين ما بقاش عندنا الاسهال لا عند الاطفال ولا عند الكبار. ولكن هاد اليامات تنشوفوا بانه الامراض التنفسيه كثرات عند الاطفال، وهذا تيتوقع انها تكثر عند البالغين، ولهذا وجب انه حتى اللقاح ديال الزكام الناس اللي تيديروه اللي عندهم امراض مزمنه خصهم ولا بد يديروه.